فارس بألف رجل، إذا دعي للجهاد كان أول الموجبين، محارب لا يعرف طعم الهزيمة، وفارس يفر من هيبته الأعداء. همته عالية وخلقه رفيع، محب للمعرفة وللعلم ومن حفظة الحديث. بطل روايتنا اليوم أول فرسان الإسلام، المقداد بن الأسود. هو المقداد ابن عمرو ابن سعد ابن ثعلبة، من أسبق السابقين إلى الإسلام، من قبيلة بهراء اليمنية، لكنه اشتهر باسم آخر وهو المقداد ابن الأسود الكندي. هو المقداد ابن عمرو أو مقداد ابن الأسود في بداية إسلامه كان سراً، وكان من ضمن أول سبعة كما ورد في الكثير من الكتب. كان سبب مسألة أنه راح لفكرة التبني أو أن الأسود تبناه، أنه كان بينه وبين من حالفهم أبوه لقبيلة كندة مشكلة، كان على إثرها أنه هرب وساب المكان وخاف على نفسه وعلى حياته فترك المكان. فربنا سبحانه وتعالى قدر أن الأسود يتبناه، وبعدين عرف بين الناس بأنه المقداد ابن الأسود. لكن بعد ما أبطل الإسلام عادة التبني رجع إلى اسمه الأول وهو المقداد ابن عمرو. عندما نزلت آية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عدم التبني، أن يرجع اسمه إلى أبيه وهو المقداد ابن عمرو. لماذا المقداد في بداية إسلامه كان الإسلام سراً؟ نعم، كان الإسلام سراً لأنه أهل مكة الكبراء فيها كانوا يرفضون أن يعلن من يسمونهم حينئذ العبيد، لكن هم في الحقيقة سادة، هم في الحقيقة سادة الجميع، لكن كانوا في ظنهم بعرف هذا الوقت هم عبيد مملوكون في ظن من يملكهم، لا يحل لهم أن يتكلم، ولا يحل لهم أن يجهر بعقيدة، ولا يحل له أن يقرر قرارا في حياته. فبالنسبة له لا، هو ممنوع أنه يسوي نفسه بنفس الحر، شايف أن الحر أعلى وأرقى منزلة وأكبر مكانة، فما ينفعش العبيد يجهروا بشيء اعتاد عليه. فأخفى سيدنا المقداد إسلامه كشأنه شأن غيره من العبيد أو الموالي الذين كانوا يسرون بالإسلام خوفا من تعذيب السادة. احنا عندنا نماذج مشهورة جدا وقع عليها التعذيب بسبب الإسلام الذي أعلن، زي سيدنا عمار بن ياسر وقومه، وزي سيدنا بلال بن رباح وما هو مشهور من تاريخه. فلذلك أصر سيدنا المقداد إسلامه خوفا من سيده الأسود أن يعاقبه أو ينكل به. هو أخفى إسلامه وكان خائفا على نفسه وخائفا على عقيدته، لكن دور على بدايل يقدر من خلالها يعلن هذه العقيدة. كان البديل بالنسبة له أنه يهاجر. أول ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم الهجرة إلى الحبشة كان من أوائل الذين صارعوا للاستجابة إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه عندما هاجر من مكة إلى المدينة كانت أول مشاركته بعد أيام من هجرته في سرية الخرار التي كان يقودها سعد بن أبي وقاص، وكان يحمل راية المسلمين فيها سيدنا المقداد. نشأ المقداد في مجتمع يحمل السيف والرماح، فاتصف بالشجاعة والإقدام حتى بلغ سن الشباب، فكان مقاتل دائماً يخترق صفوف الأعداء فيفر هاربين، لما له من خبرات ودراية باستراتيجية المعارك، فهو فارس من مدرسة النبوة. كان فارس بألف رجل. نعم، طبعاً هذه الجملة قيلت أنه فارس بألف رجل في فتح مصر، ولكن قبل فتح مصر كان في فتح مكة، نظراً لعظم قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله قائداً على ميمنة المسلمين، لعلمه بمدى رهبته في نفوس المشركين في مكة عندما يجدونه في مقدمة جيش المسلمين. أيضاً بعد ذلك شارك في فتح الشام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في غزوة اليرموك يقرأ على المسلمين سورة الأنفال، وكان من سنة الصحابة أن يقرأوا سورة الأنفال عند بداية القتال لحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله. ثم أتى بعد ذلك فتح مصر، وكما نعلم أن فتح مصر كان بقيادة الصحابية عمرو بن العاص، وكان معه 4000، إلا أنهم لم يكفوا لفتح مصر، فأرسل يستغيث بالخليفة عمر بن الخطاب، فقال له لقد أمددتك 4000، على كل 1000 منهم قائد يعادل 1000 رجل. صحيح، كان من ضمن هؤلاء 4 سيدنا المقداد بن عمرو رضي الله عنه.
مقداد بن الأسود كان بيقنع بأنه حارس الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان في أحد المواقف أيضا أو حينما كان بيسمع بأن في ضجة في المدينة كان بيبادر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقف أمامه وكان بيضع نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيعلم أو بيتيقن بأنه هو رسول الإنسانية وهو القائد والمعلم، فنحن دونه يعني لا نساوي شيء. للمقداد مواقف لا تظهر شجاعته فقط، بل تبرهن عن حكمته الراجحة وتفكيره العميق في مبادئ نافذة وسلوك قويم. فحب المقداد للإسلام ملأ قلبه بمسؤولياته عن حماية الدين، ليس فقط من كيد أعدائه بل ومن خطأ أصدقائه. كان ليه دور كبير جدا في الجهاد، كان ليه دور كمان في حماية الإسلام من أصدقائه قبل أعدائه. المسلمون حينئذ لم يكونوا قد خرجوا للحرب، لكن القلوب يعني اختلفت، بعضهم رائع لنخرج للحرب، بعضهم رائع لنخرج للحرب. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل يدعوه بكل إقبال وبكل شغف وبكل رجاء أن ربنا سبحانه وتعالى لا يخجل هذه الأمة اللي خرجت للدعوة، وأنه لا يهزمهم ولا يردهم بشر هزيمة، سيدنا المقداد راقب هذا المشهد ورأى تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالله، فما قالوش خلاص احنا من نجع وتعالى نرجع، ما قالوش الناس دول كتير علينا واحنا قليلين، لا، قال له يا رسول الله امضي لما أمرك ربك، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلين. سيدنا عبد الله بن مسعود يرى هذا المشهد، يعني هذه الهمة وهذه الجرأة وهذه القوة، قوة النفس وقوة كل شيء، قوة الحياة وقوة الإرادة وقوة التعلق بالله وقوة الهمة، يرى هذا المشهد ويقول أنا أتمنى أن كانت الدنيا كلها تبقى عندي، لا أحسن منها أن أكون صاحب هذا المشهد. دايما كان بيلبي الدعوة إلى الجهاد حتى حينما بلغ 70 من عمره، فهو لم تفقد عزيمته ولم تثنى في بعض الدعوات اللي تقدم به العمر أو شيء من هذا القبيل، لكن دايما كان إيجابيا في التقدم للجهاد، يعني رغبة من أن الله سبحانه وتعالى يختم عليه بالجهاد والعمل في سبيله. رغم أن سيدنا المقداد تقدمت به السن بعد ذلك، إلا أن هذا لم يمنعه من المشاركة في فتح إفريقيا سنة 27 هجرية، وقد قال له أحد أهل الشام وكان منتظراً للخروج في الغزو، قال له يا مقداد لقد أعذر الله لك، أي أن الله جعل لك عذراً لتتأخر فيه عن الجهاد، فلما تكلف نفسك ما لا تطيق، وكان قد اقترب من 70، فقال له يا أخي لا عذر لي إذا سمعت قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وخرج سيدنا المقداد مع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في فتوحات إفريقيا، وحقق فتحا كبيرا مع هذا الصحابي الجليل، ونجحوا في أن يصل كلمة الإسلام إلى بلاد إفريقيا اللي هي الآن تونس وحدود الجزائر. بعد رحلة من العطاء والمثابرة والاطمئنان والاطمئنان على انتشار الإسلام من المحيط إلى الأندلس، أغمض المقداد عيناه إلى الأبد، وكما كان يتمنى أن يموت والإسلام عزيز، ليرحل أول فرسان الإسلام ويبقى في ذاكرة فروسية التاريخ.